حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسع معاني كرار حباب فاصل قصر وفقرة فيس تو فيس خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسع وفقرة فيس تو فيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. ولا مواضيعنا في هذه الحلقة وموضوع مهم جدا دائما ما نتحدث به اللي هو موضوع سلم الرواتب اللي تطلع الناس عليه مظاهرات وتحكي الناس وناس تريد تفتهم شنو وين راح يصير يعدلون الرواتب ما يعدلوها. لذلك مثل ما تشاهدون بالصور تقريبا مئات الموظفين يتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد وأيضا بمحافظات أخرى للمطالبة بتعديل سلم الرواتب. هذا الموضوع اللي يعني يعتبر ترند دائم في الأيام أو حتى الأشهر اللي مضت ولحد الآن الناس ما بين نارين، يابه راح تتعدل الرواتب لو لا، راح يصير أكو سلم خاص بالرواتب وتصير أكو يعني بعض العدالة لكل الموظفين أو لا. البعض يقول لك أكو وزارات تعطي موظفيها راتب مجزي ويكفي، أكو وزارات تعطي رواتب الموظف ويها راتب ما يكفي نهاية الشهر، ما يكفي نص الشهر. لذلك هو موضوع مهم جدا، يعني احنا نتحدث بهذا الموضوع دائما ونطالب أنه نشوف مصير هذا الموضوع شنو، موضوع الرواتب. خلينا نشوف الموضوع وأيضا تعليقات المواطنين حول هذا الموضوع. يقول مئات الموظفين يتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد ومحافظات أخرى للمطالبة بتعديل سلم الرواتب. مثل ما تشوفون هاي الصور أمامكم. التعليقات يقول مؤيد لا تراجع لحين التصويت على جدول سلم الرواتب الجديد. أما سيفي يقول سلم الرواتب مطلب شعبي لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الموظفين. يعني الناس تطالب تقول يابا شنو المصير، ايش راح يصير، يتعدل لو ما يتعدل. لذلك الناس لحد الآن محتارة بهذا الموضوع. وأيضا احنا أيضا نريد نعرف هذا الموضوع بيه سلبيات بإيجابيات مضارة فوائده، شلون راح يأثر على الاقتصاد العراقي على الميزانية. لازم نعرف إذا هو كان يضر بالميزانية فإن رأي، أما إذا كان غير مضر فإن رأي آخر. لذلك دائما ما احنا نتحدث بهيك مواضيع. يقول أحمد تعديل سلم الرواتب موظفي الدولة للدوائر ذات الرواتب المتدنية وتعديل مخصصاتهم والمساواة بين جميع الموظفين كونهم يعملون تحت قانون واحد وفي دولة واحدة الاختلاف والوزارة فقط. نعم نعم لتعديل سلم الرواتب للموظفين. طبعا احنا حتى نتحدث اكثر على هذا الموضوع عندنا اتصال هاتفي، اذا جاهز مخرجنا من الدكتور صفوان اذا موجود، اذا جاهز اتصالنا. اهلا وسهلا بحضرتك وبالمستمعين المشاهدين الاعزاء. اهلا وسهلا بك دكتور. دكتور اعتقد انت مطلع على هذا الموضوع، لذلك نريد نعرف اليوم من خلالك هذا الموضوع بسلبيات بايجابيات، شلون راح ياثر على الميزانيه، انت رايك الشخصي تروح مع التعديل ام انه يبقى الحال كما هو عليه؟ تفضل. طبعا حاليا فاتوره الرواتب ضمن موازنة 2023 تبلغ 59 تريليون دينار عراقي. الوزارات الاتحادية لم تقسم بينها تعويضات الموظفين بطريقة موحدة. هناك بعض الوزارات لدى منتسبيها رواتب أعلى من بقية الوزارات. كانت قسم من هذه الوزارات في السنوات السابقة تعتمد بالإضافة إلى الرواتب تعتمد على نظام الحوافز كوزارة الصناعة، وزارة التجارة، الثقافة، الصحة. هناك العديد من الوزارات كانت وزارات تجر دخل على منتسبيها من خلال نظام الحوافز، لكن بعد تراجع قيمة الدينار العراقي وبعد انخفاض إنتاجية هذه الوزارات أصبح هناك فرق واضح بين وزارات مثلا وزارة الخارجية، وزارة التعليم،
الداخلية، الدفاع وبقية الوزارات الاتحادية. فحاليا الموظفين الذين في الوزارات التي حرمت من الحوافز يشعرون بأنهم يحملون نفس العنوان الوظيفي لكن لا يستطيعون أن يحصلون على نفس الدخل. الدرجات الحقيقة الدنيا يعني تبدأ من 170 ألف دينار درجات العاشرة، ثم التاسعة 210 ألف دينار، ثم الثامنة 260 ألف دينار، السابعة 296، الخامسة 362، وهكذا وصولا إلى 910 ألف دينار كراتب اسمي. هذا الاسمي. الاسمي زين. هذه تطلق عليها الدرجات الوظيفية. تمام. كل درجة وظيفية تحتوي على سلم أفقي يمثل العلاوات التي يحصل عليها المنتسب، علاوات سنوية كل سنة تمضي يحصل على علاوة، عندما تصل نسبة العلاوة إلى أربع سنوات يعني أربع سنوات تراكمية ينتقل المنتسب من الدرجة العاشرة مثلا إلى التاسعة، من التاسعة إلى الثامنة، وصولا إلى الدرجة الخامسة. عندما نصل إلى الدرجة الخامسة تصبح عملية الانتقال تتطلب خمس سنوات لكي ينتقل من الخامسة إلى الرابعة وهكذا وصولا للدرجة زي. الأولى. دكتور بعض عندي العناوين الوظيفية أي تفضل. بعض العناوين الوظيفية لا تستطيع أن تصل إلى الدرجة الأولى، تصل إلى الدرجة الخامسة وتقف إذا كان صاحبها يحصل على شهادة ابتدائية مثلا تصل إلى الخامسة. عندما مثلا يحصل على شهادة المتوسطة يصل إلى الدرجة الرابعة كحد أعلى. عندما يحصل على شهادة الإعدادية إلى الثالثة وهكذا وصولا إلى الدرجات العليا يعني الدكتوراه والماجستير يحصل على صاحبها يمكن أن يرتقي إلى مستوى زين الدرجة الأولى. هذا ما هو ما معمول به حاليا. زين دكتور أنا بس أريد أسألك سؤال هنا أنا قبل لا تكمل كلامك. هذا الموضوع مال الرواتب إذا راح تتعدل وأكو موظفين راح تزيد رواتبهم، هل راح تنقص من رواتب الموظفين اللي رواتبهم عالية لو هاي راح تجي من الميزانية مخصصة لهم؟ يعني علميا ورأيي الشخصي أن عملية زيادة رواتب الدرجات الدنيا زين بدون أن نسحب من رواتب الدرجات العليا بالتأكيد هذا أضرار من جميع الفئات. يعني عملية زيادة الرواتب 59 تريليون إذا تم زيادة الرواتب الدرجات الدنيا دون المساس برواتب الدرجات العليا يعني أنك تحتاج إلى 8 تريليون إضافية أو أكثر، خاصة أن هذه الفاتورة تزداد سنويا يعني هذا ضرار يصير. نعم ما لا يصل عن 3 مليون موظف من الأربع ملايين موظف حالي هم بالدرجات الخامسة فمادون. فسنوياً هؤلاء سيرتفع رواتبهم سترتفع، وعملياً قد تستطيع الحكومة تغطية 8 تريليون الإضافية في هذه السنة لكن هذه مجازفة في السنوات اللاحقة. زين. أنا أميل إلى اتجاه أن يتم دراسة سلم الرواتب بكل درجاته وعناوين الوظيفية. يعني ليس من المعقول أننا يعني لا نميز بين المهن الطبية والمهن الهندسية والمهن الإدارية والمهن الخدمية، يفترض أن يكون لدينا سلم متعدد وليس سلم واحد لكل لكل فئة من الفئات. يعني قصدك إعادة هيكلة دكتور. نعم 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 بالضبط. حاليا يعني إسعاف لهذه الدرجات الدنيا من الممكن أن تفكر الحكومة بمخصصات غلاء المعيشة لكن لا تمس السلم يعني لا تمس الرواتب الإسمية. من أين تأتي بهذه المخصصات؟ يفترض أن يفعل نظام قرض الضرائب وهو معمول به يعني حسب القانون، هناك قانون يسمح للحكومة بتطبيق الضرائب على الدخل الإجمالي وليس على الدخل الإسمي بدون الإضرار بالموازنة العامة للبلد. بدون المساس بالموازنة العامة يمكن أن يكون هناك تطبيق لفقرة الضرائب على الدخل الكلي وليس الدخل الإسمي، وبذلك عندما يزداد دخل الموظف يعني يصبح عندما يصل إلى 3 ملايين 4 ملايين أكثر من هذا كل مليون إضافي هناك 150 ألف دينار ممكن أن تذهب من هذا الموظف
لغلاء المعيشة تدفع إلى الدرجات الدنيا. يعني أنت برأيك هذا هو أفضل؟ هذا هو أفضل حد ممكن يصير؟ يعني حاليا عندما يعني نشاهد قانون المجلس الخدمة الاتحادي، نلاحظ أن مجلس الخدمة الاتحادي ملزم بأن يقوم بمراجعة رواتب موظفين دوائر الدولة في حالة غلاء الأسعار. بالضبط. دعم الحكومة، دعم سعر الصرف انخفض يعني من السعر الرسمي من 170 إلى 130، لكن لا يزال هناك درجات وظيفية دنيا تعاني من مشاكل مواجهة الأسعار. فمبدئيا كل سنة يتم مراجعة تغيرات الأسعار ودعم هذه الطبقات من مخصصات مقطوعة، مع ضرورة أن يكون لدينا مراجعة شاملة لهيكلة الوزارات الاتحادية، تحديد عناوين وظيفية تخصصية على مستوى كل عنوان وظيفي يكون هناك تكلم خاص لهذا العنوان الوظيفي. يعني لا يكون لدينا مثلا الطبيب والأستاذ الجامعي والسائق والمهني، يعني هذا العناوين الوظيفية مع احترام للجميع، لكن يفترض أن يكون لدينا يعني سلم لكل عنوان وظيفي ويعني دخل مستقل يتنافسون فيما بينهم هؤلاء في كل الوزارات الاتحادية عندما يقدم خدمة بعنوان وظيفي محدد. يكون هناك تفاوت بين الوزارات إذا كانت هناك حاجة إلى دعم بعض الفئات ضمن هذه الوزارة، يعني كمخصصات خطورة، كمخصصات موقع جغرافي، بعض الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات. يعني مثلا موظفين وزارة الخارجية يفترض أن يعني يجيدوا 5 لغات. القانون نعم يعني يفترض أن يكون لديهم ثقافة عامة، لديهم مؤهلات. فوجود مثلا محاسب في وزارة الخارجية يجيد 5 لغات، ومحاسب في وزارة الزراعة لا يجيد 5 لغات، يفترض أن يكون هناك فرق، يعني الفرق احتياجي، لكن لا يمارسون نفس العمل وبدون أي مهارات ويحصلون على دخل متفاوت. أحسنت. العدالة نعم هي مطلوبة، لكن عدالة نسبيا تكون هناك. زين. يعني الموظفين الأكفاء يفترض أن يتم استقطابهم إلى وزارات النفط التي تحصل على رواتب عليا. واضح مفهوم كلامك دكتور. برأيك تقدر الحكومة أنه تسوي هذا الموضوع خلال هاي السنة أم السنة القادمة؟ باعتقادي حاليا لا تستطيع، يعني هذا الموضوع يعني يحتاج الى دراسه شموليه. انا مع يعني الحكومه جاءت من اولوياتها الاصلاح المالي والاداري، وكلمه اصلاح اداري يعني النظر بالعناوين الوظيفيه بالتخصصات، هناك موارد بشريه معطله في بعض الوزارات، كيف نستطيع استثمارها؟ الدخل ترى لا يرتبط بالزمن، يعني ما لاحظت ان مجرد ان اي عنوان وظيفي يخدم سنه يحصل على علاوة وينتقل من درجة إلى درجة ب4 سنوات ويترفع، بغض النظر عن هذا الموظف كان سيء، كان يعني معطل الإنتاج، مبادر، لديه قدرة. يعني هذا العلاقة بين الزمن والعلاوة والترفيع يفترض أن تدرس بعناية، لأن حاليا يعني معظم دوائر الدولة، إذا لم نقل كل دوائر الدولة، العلاوة والترفيع أصبحت تحت الحاصل، ينتقل من درجه الى درجه ريحه الزمن وينتقل، وهكذا تزداد فاتوره الرواتب مع بالضبط عدم ربطها بالانتاجيه. نحن مع دعم الموظفين بقطع اراضي، برعايه صحيه، بعيدا عن يعني ان يكون لدينا دخل نقدي، الدخل النقدي يؤدي الى غلاء المعيشه. احسنت. حتى هؤلاء الذين نرغب في دعمهم عندما نغير سلم الرواتب ترتفع الاسعار في السوق ولا نحصل على دكتور. يعني شكرا على هاي التوضيحات المهمه وايضا على رايك المهم اللي ذكرته. اشكرك الشكر الجزيل على مداخلتك الهاتفيه ويانا. شكرا لك دكتور صفوان على هذه المداخله. ومثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، هذا هو موضوع سلم الرواتب. الدكتور ذكر انه اذا من الميزانيه يزيدون رواتب الموظفين الدرجات الأدنى، يعني ممكن راح يضر بالميزانية، أو مال ياخذ من رواتب الدرجات العليا ويطل الأدنى، هاي هم موضوع يعني راد له شغل هواية. فبالتالي لازم تصير هيكلية لهذا الموضوع،
ودراسة شمولية وما تصير بسنة ولا تصير بسنتين، يعني أكيد هذا الموضوع صعب جدا إنه الواحد ممكن ينطر أي بيل. بعض يطلع مظاهرات يناشد يريد يعدل ويسوي قانون سلم الرواتب، ولكن هو موضوع صعب، ومثل ما شرح لكم الدكتور قبل قليل، وأيضا احنا نحكي دائما الموضوع مو سهل، الموضوع يراد له تعب ويراد له هواية عمل وأيضا دراسة مستفيضة. يعني علي يقول اشتردون بعد أبو الصحة جاي داوم بالشهر 8 أيام وياخذ 800 ألف. لا مو معي 8 أيام، وإذاك واحد يداوم 8 أيام بالشهر؟ أنا أعرف صديقي يداوم بالصحة، يداوم يقعد بس الجمعة والسبت، شون 8 أيام؟ زين، وأكو بيهم خفر ترى يداوم جمعة ويداوم سبت، يعني أكو بيهم يداوم بالليل. أنا وين لقيت هاي 8 أيام يداوم؟ زين، واصلا بايام تصير حظر، لو يصير ما اعرف شنو كورونا، ما يعني هم كانوا يداومون. فبالعكس يعني الاخوه الموظفين بالصحه يعني تحياتنا لهم، بالعكس عملهم واضح وما اعتقد يداومون 8 أيام بالاسبوع، هذا هاي منك. والمعلم يقول، والمعلم هذا الظاهر يمكن حاقد على الموظفين، يقول والمعلم 4 أشهر قاعد ويستلم راتب والشهر يداوم 20 يوم بي إذا مو أقل، وياخذ 1,000,000، وبعد 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 يقعد. أقول لك المدرسين ترى 640 ألف، ما أدري إيش قيد هذا الخدمته 25 سنة، يمكن ياخذ 1,000,000، يلا 1,000,000 وشوية، 25 سنة. زين، وبعدين المعلم أنا بالنسبة لي أنطي أكثر والله، لأن هذا إيش ما تنطي، هذا يبني أجيال، هذا يخرج جيل للبلد، يربي، هذا مربي. طبعا انطي هوايه حتى اخليه يركز بعمله، اخليه يرتاح، يعني مو مال انطي يعني والله انطي 1,000,000. وقلت لك بس اللي خدمته 25 سنة 20 سنة هيك يلا يوصل 1,000,000، باقين على 600 و700 يا حبيبي، وكل سنه يزيد ل 12 ألف، مدري 50 ألف، مدري ايش قد. ودق عدو سكتوا مساكين، هاي الناس اللي ما عندها قوتها اليومي، اذا موظفين ويبتشون. زين، اللي ما عنده وظيفة شلون؟ اللي ما عنده وظيفة يا حبيبي، ألف مرة نبهنا وحكينا، أكو قطاع خاص، أكو شغل تشتغل استثمار، أنت تصير صاحب مشروع، أنت تفتح لك محل، تفتح لك بسطية، تفتح أي شيء. يومي احنا ننوه، ذيك الحلقة أيضا نوهنا بهذا الموضوع، وأيضا استضافينا ناس وحكت بهذا الموضوع، أنه يجب أنه نشجع العمل الخاص. يا اخي استثمر، عمي اخذ لك قرض من الدوله، الداين فلوس، زين، وهسه مفتوح القروض، وهذا تقدر تاخذ قرض وتسوي لك مشروع ب10 ملايين ب20 مليون، احلى مشروع تقدر تفتح. عوف التعيين، تردون البلد كله موظفين، ترى ما صايره والله العظيم، ما يصير بلد كله لازم يتعين ويتوظف. زين، من يشتغل بهاي الشغل الثانوي لعد، يعني من يشتغل الخلفه، ابو المطعم، ابو الفرن، ابو الديكور، ابو المحلات الالبسه، الاسواق، هاي الشغلات اللي نحتاجها يوميا، من يشتغل بهن اذا كلهم موظفين؟ زين، يرجع بالاربعة وينام خلاص، بعد وين من يشتغل؟ لذلك لازم احنا نشجع على العمل الخاص، هاي هي ديمومة الحياة، العمل، انه مو فقط تعيين، مو فقط وظيفة، لا، اكو عمل ثانوي، الوظيفة، وين تريد توصل بالوظيفة؟ آخر تعليق من أبو عاشة يقول يتأخر الراتب يضايق الكثيرون، فما بالك بمن لا يملك لا راتب ولا وظيفة ولا مؤونة. اللهم افتح للمحتاجين باب الرزق يا رب. هذا كان آخر تعليق، الله إن شاء الله يعني يرزق كل فقير وكل محتاج، وهاي العالم الخيرة موجودة، وإن شاء الله يعني احنا نحاول قدر المستطاع أنه نحكي ونقول أنه مو إلا شغل وظيفة، مو إلا تعيين، أكو أمور غيرها. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع سلم الرواتب اللي هسه هو ترند. موضوعنا الثاني موضوع غريب من نوعه، هذا التليفون من تريد تشحنه طريقتين عندك. عندك طريقة أولى اللي هي الشاحنة أم الواير، زين، اللي كنا نعرفها، خلي التليفون خلي الشاحنه بالسويتش مال الكهرباء واشحن. زين،
الطريقه الثانيه هسه بعيدا عن الشاحنه اللي صارت هسه انه تشحن لاسلكي او وايرلس ما اعرف يسموها هنا تتخلى بطاريه هاي عوفها اللي هي ايضا هم راح تنمنع. الطريقه الثانيه شنو؟ اكو شاحنه محموله تصير هم تقريبا بقد التليفون وهم بها وايه محموله هاي تشحنها بالبيت ومن تطلع تاخذها ويا تليفونك وتشحن بيها. اللي يسوي البعض يصح له شاحنه محموله والبعض يسميها باور بانك. هذا هاي الشاحنه ضاربه ترندها اليومين الباور بانك. ليش؟ لانه مطار بغداد يقول يابا الشاحنه هاي بعد ما تعبر ولا يسمح للمسافر انه يجيبها وياه. قرار البعض يشوفه غريب، البعض الاخر يشوف ليش؟ يريد يتساءل. واحد يقول اذا الشاحنه ممنوعه لين بها بطاريات الليثيوم ما اعرف شو اسمها، زين مال سماعات الهاي هم بيها، التليفون ما ادري شنو هم بي، السماعه هم بيهن. فالناس ظلت تتساءل حول هذا الموضوع. خلينا نشوف احنا بالبدايه الموضوع وايضا التفاصيل وتعليقات المواطنين. يقول سلطه الطيران المدني العراقي تقرر منع اصطحاب الشاحن المحمول باور بانك في حقائب السفر والحقائب الشخصيه وسيتم مصادرتها من قبل الجهات المختصه. يعني بعد ماكو شاحنه محموله بالسفر، هسه الواحد يقول لي كان شلون اشحن بالطياره؟ شلون؟ زين زين التليفون اللي بطاريته يعني يستهلك جماعه الايفون اذا صار 80% بعد يقوم يهبط بسرعه، لازم يشيل له شاحنه باور. زين هاي شلون الموضوع؟ زين اكو دراسه، زين الطيارات ما بيها شاحن، وش يعني سووا شاحنات على المقاعد مثلا؟ زين ما يعني شلون التليفون اللي يخلص شحن شلون يشحن يعني بعد؟ زين هو اصلا القرار هل تمت دراسته؟ زين ليش ما سمعناه مثلا بغير دوله؟ زين وشنو الخلل او شنو الكارثه اللي ممكن تسببها الشاحنه المحموله او البطاريه؟ لازم نعرف احنا، لازم يطلع لنا مسؤول او شخص معين صاحب هذا القرار او مطلع على هذا القرار يحكي لنا. لان هسه بالتعليقات انتم راح تشوفون الناس يعني تجتهد من يمها. زين لذلك موضوع الشحن يعني واحد وصل يريد يخابر اهله شلون وما عنده شحن شو يسوي غير يجيب شاحنه محموله وياه؟ واكو طيران متعب، اكو طيران 5 ساعات وعشر ساعات وترانزيت وهي ترى يعني ضروره. زين بالايام العاديه نطلع من بيتنا احنا عندنا شاحنه محموله، زين والبعض عنده شاحنه محموله ويشحن بالسياره ويشحن مني طب للمطعم وهاي وما يلحق. يعني تعرفون الانترنت اللي يسووه على السيم كارت هذا يسحب الشحن كله. زين كاميرا غيرها التصفح المكالمات. زين المسافرين هسه شلون؟ زين انا هسه اسال سؤال، اذا انتم تمنعوها من يعني من المسافرين، زين هي شلون جاي تجينا بالباخره يعني بالهذا شلون؟ لو هم الطياره خلينا نفتهم يعني شنو المشكله اذا هاي الشاحنه طارت بالجو بالطياره؟ لازم نعرف، لازم نعرف. اتذكر في بطوله الخليج ملعب الميناء مره هم دخلنا بالتفتيش قالوا يابا الشاحنه المحموله ممنوعه، قالوا يابا احنا مو جمهور احنا اعلاميين، قالوا يلا اوكي اخذوها لان احنا المقصوره مال الاعلاميين بها جام يعني هذا. من سالنا يابا ليش ممنوعه على الجمهور؟ قالوا ممكن انه يشمرها على لاعب او شيء، هذا ملعب وجمهور وغضبها. زين بالطياره يذبها وين؟ غير يريد يشحن بها، وين يذبها؟ شو يسوي بها بالطياره يعني مثلا؟ تنفجر؟ اوكي انا يعني وياك تنفجر، ماكو شغلات ثانيه هم تنفجر، تليفون ممكن هم ينفجر، سماعات ممكن أن تنفجر، أي شيء ببطاريات يحتوي على بطاريات الليثيوم ممكن ينفجر. زين فخلنا نشوف التعليقات وش يقولون بالتعليقات. محمد يقول صار موقف ويا صديق إلي
ما يدري واخوه ضابط وناسي سلاحه بالسياره وهو رايح للدوام وعابر من السونار والكينان والسلاح بالسياره ظليت صافن وهالسير دوني من عون الباور بانك تحياتنا للمطار ما شاء الله داخل بسلاحه ولا السونار ولا الكين هذا صعد للطياره اعتبره بعد صعد ايش بقاله اذا عبر السونار والكيناي بعد شلون بعد ويقول له قادرين على الشاحنه تسوق الكتروني يقول هوايه ناس تستهزئ بالتعليقات وانا اشوفه قرار صحيح اخوان الباور بانك يحتوي على بطاريات ليثيوم قابله للانفجار والاشتعال وعن تجربه انا نسيت بطاريه صغيره على الشمس لمده ساعه انفجرت واحترقت والاحتراق مالتها يشبه الالعاب الناريه يعني ممكن احتراق بطاريه الليثيوم واحده تؤدي بوفاة جميع الركاب يعني مو كل قرار نضحك عليه ونبقى نصنف على القرارات اكو قرارات حكيمة واني هذا اعتبره قرار صحيح كخبرة صغيرة عندي بالالكترونيات انا وياك انا وياك اوكي اجي وياك بقية الدول منعتها بالطيارة اكو شمس يعني هو ال- 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 الشباك مال الطيارة هاليدوته وينسد وين الشمس بعد وين الحرارة اللي ممكن تتعرض لها البطارية هاي حالة نادرة ناسيها بالطار ما يجوز ناسيها على سيارتك ناسيها بالشمس انت انفجرت طبعا تنفجر زين بس هي بالطيارة وين اكو شمس هل نفتهم وين هاي زين هاي المطارات العالمية والدول ما شفنا قرار يعني هل علم تطور والناس معقوله ما حد انتبه بيهم لهذا الموضوع هم لازم واحد يفكر شويه بالعقل والمنطق خليل يقول قرار لا اعلم في صالح من اذا كان المقصود سلامه المواطنين من حالات الانفجار التي تحدث في بعض الاحيان بسبب احتواء الشاحن على بطاريه ليثيوم فهذا يجب ان يشمل كثير امور اخرى مثل سماعات البلوتوث وسماعات الراس الهواتف المحموله ملحقات الكمبيوتر الكاميرات الرقمية قارئ إلكتروني أدوات التحكم في اللعبة وإلى آخره أما إذا كان لسبب آخر فيجب أنه يوضحون الأمر للناس طاك بعد أمور ممكن هي نفس الشاحنة المحمولة يعني هم مضرة لازم يمنعوها الهواتف ملحقات الكمبيوتر الكاميرات قارئ إلكتروني واي 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 تعليق من حيدر يقول صدق كذب لا عاد شلون نشحن لا عاد حيدر صار لنا ساعه ايش نحكي مو جاي نقول شلون نشحن اما شيماء تقول الحمد لله ولا عمري راح اسافر اذا راح اطمئن اني ليش شجره ما تسافرين ليش حتى السياره تسافر تجي من بلد المنشا الى البلد انت ليش ما تسافرين هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني اللي هو موضوع منع الشاحنة المحمولة اللي تشحن التليفون من يعني اصطحابها من قبل المسافرين بالمطار موضوعنا الثالث والأخير في فقرة فيس تو فيس يعني ما أعرف وذا كان عنده هو متقاعد فيجوز يريد يستفيد من راتبه وذا كان من هذا من كم الحب فهذا مو حب هذا ظلم وإجرام يقول لك رجل هولندي بعمر 82 عام يحتفظ بجثة والده داخل ثلاجة لأكثر من سنة ونصف السنة لأنه يشتاق إليه ويريد التحدث معه الحمد لله على نعمة الإسلام زين أبوك شنو ذنبه إذا أنت تشتاق له وتريد تحكي وياه أبوك شنو ذنبه إكرام الميت دفنه الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله والشكر سنة ونص أنت عايفة بالثلاجة والله على مود شنو على مود أشوفه وأحكي وياه وخال الثلاجة هاي البراد هذا خاله بالحديقة سنة ونص يا ظالم حب هذا لولوش هذا جرام زين بعدين انت
عمرك 82 سنه، لحد ابوك ايش قد عمره؟ غير نفتهم زين، صار لك جيد محتفظ بي مو مال سنه ونص ايضا، انت ما بقى لك شيء وتلحقه يعني، انت 82 سنه عمرك، ان شاء الله عمرك طويل عمي، بس انت هولندي عمرك 82، ابوك ايش قد قول ابوك عمره 100 سنه، 18 سنه ومتزوج، زين 18 سنه ابوك ومتزوج ومخلفك، بس يعني هواي محتفظ بالجثه مالته، صار لك ايش قد كارثه هاي، وانا اشك انه مو سنه ونص، اشك انه اكثر، جزء اكثر، لان مستحيل زين هذا البراد ما فد يوم عطل، ما فد يوم طفت الكهرباء، صار بي ليك الغاز مالته خلص. عمي الحمد لله والشكر على نعمه الاسلام، كرام الميت دفنه. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وايضا تعليقات المواطنين. رجل هولندي بعمر 82 عاما يحتفظ بجثه والده داخل ثلاجه لاكثر من سنه ونصف السنه لانه يشتاق اليه ويريد التحدث معه. هاي الثلاجه ما ادري بعد. تعليقات علي يقول لا عيوني مو لانه يشتاق له، على مود الراتب التقاعدي. شنو السالفة؟ ناجي الحاج يقول من لا يدى الأرض عزيزا على قلبه لا يشعر بهذه الحسرة، الرحمة والرضوان لأرواح فارقتنا ونحن بحاجة إلى الجلوس معها بكل لحظة. أبو علي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كرام الميت دفنه لكن الحب أقوى. أبو علي لكن بدون ألف، فقط لام وكاف ونون، لكن بدون ألف. سعد يقول هذا ضعف وعدم إيمان، الإنسان يتوفى ينتقل إلى مرحلة ما بعد الدنيا ويبقى يذكر بصالح أعماله وحسن مواقفه وتعامله، إكرام الميت دفنه يجب أن يدفن بالطريقة الصحيحة والكريمة للإنسان، فإنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على نعمة الإسلام. آخر تعليق من إبراهيم يقول لا أعرف ما يدفعه هذا العمل، الحنين لوالده أم الحنين إلى راتب التقاعد؟ له إن صح الخبر، والله أعلم، والله أعلم. في شرع الإسلام يجب التعجيل في دفن الجثة بعد تغسيلها وصلاة الجنازة عليها، وعموما لا يعلم لوعة الاشتياق والحنين إلا من فقد والده. ربي اغفر لوالدي واعفو عنه وارحمه برحمتك الواسعة يا رحمن يا رحيم، وارحم أموات المسلمين يوم الوعيد، آمين يا رب العالمين، آمين. هذا كان آخر تعليق بآخر موضوع في فقرة فيس تو فيس، اللي هو الرجل الهولندي اللي خلي والده بالثلاجة سنة ونص. مشاهدين الكرام، فاصل قصر وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فقرة ترند تيوب. انتشر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي من الأنبار من منطقة العنكور أو العنقور، ما أعرف لفظها الصحيح، يعانون من عدم وجود خلينا نشوف الفيديو وراها نسولف. يعني الفيديو ما أعتقد يعني غير جاهز حاليا، أكو بي خلل. ملخص ما ظهر بالفيديو أنه يقولون يابا مي ماكو، وبعض الناس تقول الأنبار والناس تقول والله شغل ويشتغلون، والناس بعدها تعاني. وهذه صورة من الفيديو تقدرون تطلعون عليها، زين يتناشد هذا الرجل بعدم وجود مياه، عدم وجود مياه في هذه المنطقة، لذلك ظهر هذا الفيديو. وهذا الشخص بالتحديد يقول يابا وين النواب، وين السياسيين، وين مو قالوا راح نشتغل وراح نسوي وراح نسوي، واحنا مي ما عندنا. لذلك هاي مناشدة، هاي منطقة ما عندهم مي ما عندهم، لذلك احنا نحكي دائما. خلينا نشوف تعليقات حول هذا الفيديو. طه الفهداوي يقول على فكرة هم ضمن الدائرة الانتخابية ثلاثة اللي يمثلها هيبة الحلبوسي وسالم العيساوي ونهل الفهداوي، وهم أعضاء في مجلس النواب. طبعا هيبة ما راح يهتم لموضوعهم لأن للأمانة اشتراهم بفلوسه هم وأهل الخالدية. ها
هذا تعليق من طالف هداوي، اذا هيك صايره والله هذا هو هيك يقول، احنا ما لنا علاقه. تعليق من مواطن مبين من الغربيه من لقبه. اما نسرين تقول مو على اساس سووها جماعه دبي سووها، ويطلع ويناشد الرجل هذا يقول مي ما عندنا سووها. زين ايش سووا؟ مهند يقول ايش عجب اعمار الحلبوسي ما وصل لهذه المنطقه، مو على اساس الانبار سواها جنه. اما غزوان يقول ابراهيم، غزوان ابراهيم يقول العراق بنهرين والشعب ما شبعان مي، وبي بحر نفط وما شبعان منتوج نفطي، وبي زراعه ويشتري من برا خضروات وحبوب، فعلا بلد الغرائب والعجائب. اخر تعليق من ايمن علي الدليم يقول منطقه العنكور في محافظه الانبار صار لهم 10 سنوات يناشدون بس ما حد يستجاب لهم، بس وقت الانتخابات يصيرون عزيزين على المسؤول ويندلهم. الله المستعان ان شاء الله. هذا بخصوص الفيديو الاول اللي كان ايضا ترند في مواقع التواصل الاجتماعي. اذا الفيديو الثاني جاهز مخرجنا اتمنى ايضا تشوفوه ونرجع نحكي بخصوص هاي المعاناة الجديدة. معاناة كل صيف الحنطة، معاناة الحنطة. بالحلقة السابقة عرضنا لكم فيديو من احدى المحافظات، هاي فيديو من محافظة ثانية، هذا سيناريو، هذا مسلسل. حتى اذا تتذكرون طالبنا في ذيك الحلقة انه من الدفاع المدني انه يا بتوقعوا حدوث مثل هكذا حرائق، توقعوها في اي مكان بي حنطة توقع حدوث هذا الموضوع، فلذلك تأهبوا وانتم ما تقصرون وانتم ابطال. بس احنا نريد نعرف هل هنالك ايادي خفيه وراء هذا الموضوع؟ لو شنو؟ يوميا بمحافظه يطلع لنا حريق. زين تقول الجو كلش عمي مو حار، 35 درجه الحراره نشوفها بالتليفون، 35 اقوى شيء جاي توصل، بعدنا ما وصلنا للحر ال 45 وال 50 درجه، بعدنا الحر مو ذاك الحر القوي. يا ناس يا عالم، وهذا المسلسل مستمر. اتمنى يتم فتح تحقيقات كبيره بهذه المواضيع، حرق الحنطه يوميه كل صيف كل سنه تحترق بهيج وقت، الى متى هذا الموضوع؟ ما نعرف. خلينا نشوف تعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع. عبد عزيز يقول لماذا هذا التخريب والضرر في مصالح الفلاح والشعب؟ ايش راح تقولون، تماس كهربائي ام امريكا رمت مشاعل حراريه على حقول الحنطه كما كانت تفعلها من قبل ايام الحصار؟ ام مشمش تقول لكي تعيش في هذا المجتمع يجب ان تمتلك شيئين، اما اقوال قارون واما صبر ايوب. اما نور تقول بدا موسم الحنطه وبدت الحرائق وباكثر من محافظه تكررت، الغايه هو تدمير الاقتصاد بالعراق وما يردو يستقل، الله يعوض خير ان شاء الله. ليث يقول الحريق ينتشر في بلدنا وهناك سبب وهناك ناس مستفاده من هذا الحرق. افواض ما اعرف تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حكومه ما افتهمتوا هذا السيناريو يصير كل سنه. هذا اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ايضا مثل ما قلت لكم اللي هو ترند في مواقع التواصل، يوميا حريق جديد. فيديو الاخر من قلب بغداد من امام مول المنصور بالرواد، مول المنصور مواطن يتعارك لويا شرطي ويسحب سكينه ويدكه. خلينا نشوف الفيديو. اريد يضرب الشرطي، ضربه والله. يمكن هيت الوضع، ما اعرف يعني. لاكو قانون يحمي الشرطي، واذا الشرطي طلع سلاحه وهدده او صوبه راح الموضوع يصير عشائريا وقضائيا وهذا. ولاكو ناس تعرف انه هذا الشرطي ممنوع المساس به بعز الظهر بعز النهار
تعارك ويا الشرطي طلع السكينه ويضربه. زين لا تقول منطقه اطراف لا شيء نص بغداد ومنطقه مثل ما يقولون راقيه شويه ومتحضره ومول المنصور وشارع الرواد ويطلع لك مثل هيجي منظر وهيجي نموذج من المواطنين. ما ادري يعني بسكينه وجاي تشوفون انتوا قدامكم هذا المنظر يعني بسكينه دتش الشرطي. ما اعرف يعني والله ما اعرف. لا قلب عده هاك شوف عندك قلب وانت عندك عقل انت من سويت هذا العمل ايش راح يصير بيك بعدين؟ هاي ما اعرف. اتمنى القاء القبض عليه وبلكت يكون يعني موجود. انا اعتقد انه هو محتجز وتم القاء القبض عليه، لذلك يجب اتخاذ اقصى العقوبات بحقه لان هذا التصرف تصرف اجرامي، تصرف دموي. يعني هذا يعتبر قتل، محاولة قتل. انت بسكينه يعني خلاص يعني تناوي تقتله. خلينا نشوف التعليقات. ما اعرف يعني والله مرات واحد ما يقدر ما يعرف شو يحكي شو يقول. نلجأ للتعليقات. الدر المكنون يقول طبعا اذا ما حد يخاف لا من الشرطه ولا من اي جهه وبحياة مهمه بالعاصمه مع الاسف هالامور تصير. اي عمي والله مع الاسف. اما انوار تقول عم القضاء العراقي جدا راقي وعادل بس المشكله روتين الشكاوي ممل جدا ومتعب حتى يوصل الى القاضي، قصدك الشرطي لو المواطن من يريد يوصل. نبيل يقول بكل دول العالم الشرطي له شخصيته ومهابته لان القانون يحميه، بس بالعراق الشرطي من الضايج يجي يذب ضوجته بالشرطي لان ماكو قانون يحميه. منتظر يقول الشرطة محتاجين دورات من جديد، فنون قتالية غيرها، أو يتشرع قانون يتيح لاستخدام المسدس في حالة شعوره بالخطر أو الاعتداء عليه. المن حاطين المسدسات بس ذمه، وإذا ضاع جيب المجلس التحقيقي ورجع المجلس التحقيقي. وهذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع وهذا الفيديو. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة قلكم في مال الله.